السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا عمار. حضرتك الأسئلة ما شاء الله بالألاف، فقليل أن نجاوب على سؤال سؤال مرة في الأسبوع. طيب، فإيه رأي حضرتك نعمله أكثر من مرة؟ أنا أهلا وسهلا. طبعا أنا أحب أن أجيب على أسئلة المحبين والمريدين وأبنائي وبناتي في أي وقت. طبعا أهلا وسهلا. نعم. طيب، سؤال اليوم من الأخت رحمة. أيوة، اللهم ارحمها يا رب وارحمنا معها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. سؤالي هو، نعم، سؤال حزين شوية. أصعب أيام عشتها في حياتك دليل أنا أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. رحمة بنتي، ولكل بناتي وأولادي أقول اليوم يومان، يوم لك ويوم عليك. ليس هناك يومان لك ولا يومين عليك، لا، يوم لك ويوم عليك. يعني هكذا حتى القرآن الله جعله مثاني، يعني أوامر ونواهي، ثواب وعقاب، جنة ونار. فالأيام هكذا، يعني تمر أيام بالسعود وبالهنا، فكأنها من قصرها يعني لحظات، وسبحان الله، وتمر اللحظات الابتلاءات طويلة يعني. ولكن القضية لابد أنني مررت حقيقة بأيام صعبة جدا من نواحي كثيرة، ولكن أنا يعقوبي المذهب في هذه المسألة، يعني بمعنى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لكن المؤمن عند النعمة يشكر، وعند الابتلاء يصبر. وإيه اللي بيشجع على الصبر؟ أولا النظر إلى الثواب، دي رقم واحد، أنا أنظر إلى ثواب الصبر. الأمر الثاني أنظر من المبتلي، إنما المبتلي والمختبر هو الله سبحانه وتعالى، وهو علينا وعلي وعلى الجميع أحن علينا من أبائنا وأمهاتنا. الأمر الثالث أن سبحان الله المؤمن سبحانه قد يبتليه رب العباد سبحانه وتعالى بالابتلاءات، لأن في هذا الابتلاء فعلا نعمة، ويكتشف بعد مدة أن هذا الابتلاء كان عين النعمة، لأنه ترتب عليه شيء غريب وشيء عجيب، إيمان، زيادة إيمان، انشراح صدر بعد ذلك، إيمانيات قلب، توكل، يقين، تفويض، كثرة ذكر، استغفار، صدقة، يعني سبحان الله، إحسان، عفو عن المسيء، يعني بتنتج نتائج، لأن الله سبحانه وتعالى يعني كما قيل في الحديث يبتليهم بالمصائب حتى يطهرهم من المعايب، وما يزال العبد يبتلى ويبتلى حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة، ويشير الملائكة ويقولون هذا هو الطاهر الشريف. يعني إذا المسألة يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني أنت لك إذا قلت كذا لك حسنات كذا، إلا الصبر بغير حساب. والله إذا أعطى أدهش، فرب العباد أعطاه مدهش للصابرين، ويعني يكفي أنه أنها من فضيلة كبيرة أن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فحقيقة الأمر نعم مررت بأيام صعبة جدا وليالي أصعب، ولكن لما ينزل الإنسان همه بالله، تعلمت من علمائي من أنزل همه بالله زال، ومن أنزل همه بالناس زاد، وشتان بين اللام والدال. سبحان الله، اللي ينزل همه بالله يزول، واللي ينزل همه بالناس يزداد. طب وانا ليه يعني سبحان الله العظيم، يعني إذا شكوت لمن يبغضك يزداد نشوة وانتصارا وحسدا وحقدا، وإذا اشتكيت لمن يعني يحبك حتى يعني تزود همه وهو لا يستطيع أن يعني يخبئ في مشاكل لا 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 طاقة له بها أن يحلها. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أنزلت همك بالله فورا يزول. فأنا كم من ابتلاءات مرت بي وكم من اختبارات مرت بي وفي عمري، ولكن بفضل الله عندما أنزلتها بالله سبحانه وتعالى خفت وزالت، وزاد يقيني بعد ذلك وإيماني، وأحمد الله رب العالمين. يا رب إن رزقتني فأنا الشاكر، وإن ابتليتني فأنا الصابر. هكذا تكون يعني يكون ديدا الإنسان
في هذه الحياة. بوركت رحمة وبارك الله في جيلك وفي بارك الله في كل بناتنا وأبنائنا. بارك الله فيكم.